شافولك بيه هذا بعد 2011. أنا كي نمشي في الشارع ونمشي في الأحياء متاع تونس نعرف اللي تونسي راب الجميل من ما وقفوا معايا. لكن أنا عمري وقلتها في التلفزة مرة وكعاملت لي مشاكل، لو كان ترجعوا لحنا بعد قلت مرة وثم شكون نرى روحه مستهدف وحب يعمل لي مشكلة كبيرة، قلت أنه الفقر عمره ما كان عار. العار اللي عنده الإمكانية ما يعاونش ولا كيعاون يشوه الناس ويصورهم. احنا واضح فاش كنتم وشهر بهم. أنا ذاك حكيش توا انت تحكي هذا 2011 ولا بعد قبل ولا بعد؟ في 2006 عم في مداخلة بتاعي في حنا بعد قامت الدنيا وقعتت. تاكوردو شكون اللي تقلق؟ السيدة الأولى. إذن أنا لا كنت نعمل في العمل الاجتماعي اليوم ما عنديش إمكانية باش نعمل. إن شاء الله عن قريب عندي فكرة باش نختار منطقة معينة، وعندي الفكرة في مخي المنطقة دي شنو اللي تكون، وباش نقوم بعمل ما هوش لهم تاع من ولهم تاع سلفة ولا متاع حد شيء، باش نعلموا ناس مهن معينة ويكون مشروع تشاركي لكل المنطقة هذيك متشاركة في المشروع اللي باش نعملوه، والمشروع هذا ينجم يتطور ويكبر برشا 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 برشا. إيه شنو اللي قلق السيد الأولى في الكلام هذا؟ أنا ذاك وقتها كان تعامله كالمشروع بتاع السيدة وبسمة وكذا، ويصوروا في الناس في السبيطارات ويصوروا في اللي طهروا فيهم ويصوروا في اللي عرسوا، وهذا الحق يعني خليهم كرامة الناس يا حبيب الله. تتوى الناس في تونس كي طاح النظام تاعنا شكانوا سلوغون شنو اللي كان؟ حرية كرامة. وهك كي جي إنسان تمدلو وتصوره، أنا ماذا بيه يعملوا قانون باش الناس ما تقفش على المد هدايا، يعملوا قانون ما عادش تصوروا الناس حتى كي تصوروهم وراء وجوههم فلوتي. برامج تو معمولة حكاية في التلفزة، خليوا الوجوه تكون فلوتي ما تهينوش الناس. شنو باش في الحومه يقولوا يا انت البارح راك مشيت خديت فك المايده افترض فك المايده صوروك مع فلان، ولا انت الكرتابه هذه عطيها لك فلان، ولا اللبسه هذه في الشتاء هكا لونها كذا جاتك فك الـ 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 الـ. هذا ما يجيش. لكن احنا في ظرف اليوم اللي يلزم الناس الكل معناها تمد يد المساعده، وباين اليوم تونس الفلوس معروفه وين موجوده، ما نجموش نرزنوا كاهل الشعب الكريم اللي هو الأغلبية اللي تعب. الفلوس موجودة عند رجال الأعمال عند المجموعات الكبيرة ما فيها باس، معناها في الظرف الصعيب هذا يعاونوا الحكومة ويعاونوا المؤسسات الخيرية ويقع مد تضامني لحد ما نمروا من هالفترة الصعبة. ولو أنا نعرف اللي ثم معناها نتائج اقتصادية قاعدة تتحسن، لكن مع هاو اعتصام من هنا هاو لي بومب ايسونس مش باش يخدموا هاو الفوسفات ما يتنقلش هاو كذا سي تري ديفيسيل دو فير دو لا كروسونس.